معانا على الهاتف كابتن بدر رجب، احد نجوم النادي الاهلي السابقين. مساء الخير يا كابتن بدر. بخير يا كابتن ايمن، ازيك صحتك يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا حبيبي، طمني عليك، اخبارك ايه هناك في الامارات؟ الحمد لله في نعمه كبيره وفضل الله، الحمد لله تمام، كله زي الفل. الحمد لله رب العالمين، نجومنا كبار بيسلموا عليك كتير جدا. يا بدر، ازيك يا بدر؟ ازيك يا بدر، اخبارك ايه؟ كابتن علاء وكابتن شريف وكابتن اسامه، وحشنا يا كابتن. وحشنا يا بدر. كابتن بدر يا نجم. كابتن بدر، سمعنا ان عندك حاله وفاه، البقاء لله يا حبيبي. البقاء لله والدوام لله يا حبيبي. نعم تعيشوا انت وربنا يديك الصحه ويطول عمرك ويا ربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك. كان لينا بعض كده الاستفسارات يا كابتن بدر على موضوع اللعيبه والالقاب اللي كانت بتطلع عليهم، وبعدين الكابتن عادل عبد الرحمن قال لنا ان بدر رجب هو اللي كان بيطلع الالقاب على اللعيبه دي. هو مش عادل بس، ده كلهم اشتغلوا مع ده كابتن شريف عشان كبير شويه، كلهم اشتغلوا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، الكابتن علاء والكابتن اسامه والكابتن عادل، وحضروا قصه الاسماء دي، ودي كانت مرتبطه كابتن ايمن ان احنا بنحفز اللعيبه في السن الصغير باسماء نجوم كبار. وانا كنت شايف من وجهه نظري الشخصيه يعني ان الاولاد دول لا يقلوا في المرحله السنيه دي عن الاسماء اللي طلعتها عليهم، يعني سواء نيتفيت او بيكم او رمضونا، لعيبه كتير جدا، عفروت وشكر كنت مش قادر اقول. ايوه انا حتى اساميهم الحقيقيه انا كنت بنساها. لا ايوه احنا ما كناش بنعرفها الصراحه. كنا كتاب اكتب السكور مع الكابتن عبد الله عيد، كان كنت اقول له الاسماء يقول لي كابتن اسمه الحقيقي، طب احنا مش هنكتب بيكم، مش هنكتب نتفيت، مش هنكتب راؤول، فكنت بقول له انت بس خد الكرنيهات وسيبني انا معاهم بالاسماء اللي انا حافظها، يعني مش هعرف اقول شكري مثلا، فكنت بندى عليهم باسماء اللعيبه الكبيره، واعتقد ده كان حافز كبير جدا ليهم وتعرفوا بالاسماء دي. وانت برضه اللي طلعت تريزيجيه على محمود حسن؟ وتريزيجيه كان برضه وهو صغير سميته تريزيجيه لانه كان هتاكد. ايه يا بدر؟ ايه؟ كمل. تريزيجيه. تريزيجيه ايه؟ ماله؟ ماله ايه؟ ماله؟ بيقول لك انت اللي طلعت عليه الاسم، اصل عادل بيقول لي ان هو اللي طلع عليه الاسم. يا بدر عادل بيقول، يا بدر بتاعتي عادل بيقول ان هو اللي طلع على تريزيجيه علشان التيشيرت بتاعه. يا كابتن علاء، يا كابتن علاء قول يا بدر، الكابتن عادل هو اللي سمى الاولمبي كلهم، مش عارف يعني انا مش لا لا بص انا هقول لك حاجه على كابتن بدر بجد والله. انا اول ما جيت اشتغل مع كابتن بدر والله بجد يعني كان معانا كورفر هولندي طبعا. الراجل ده قال شهاده في حق كابتن بدر بجد يعني. اول ما بدات معاهم قال لي ده افضل عين ممكن يشوف لعيب كوره صغير في السن ده. صح. يعني هو قال لي حاجه غريبه قوي، قال لي في العالم مثلا. صح. فانا اشتغلت بقى مع كابتن بدر، ويمكن لما مشي كورفر هو قاد المدرسه وانا كنت مساعد معاه يعني. ولا وما شاء الله كمان خلي بالك بدر رفع راسنا كبيره جدا 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 في الامارات في شغله. اقول لك حاجه مميز جدا، 70-80% مش والله ما تهويل من لعيبه مصر اللي بيجي بدر رجب عارفهم. بدر رجب جاب لعيبه منهم حوالي مثلا لو قعدنا نتفرج على دوري 60% من الدوري المصري بيبقى لعيبه اتمرنت عند بدر رجب وشافهم بدر رجب وجابهم بدر رجب. يمكن كان بيجيب لنا لعيبه بجد يعني من اماكن غريبه. يعني يقول لي خلي بالك انت هيجي لك لعيب بكره في عنده 11 سنه هيجي لك من الحته الفلانيه من العياط من الحته فين. وبيجي لي لعيب ويقول لي اللعيب ده هيبقى ايه واللعيب ده هيبقى. فدي شهاده للكابتن. طب كلهم كانوا عند حسن ظنك لما كبروا يا بدور؟ الحمد لله كابتن ايمن مفيش لعيب خايب يعني، وكانوا جماعه الكباتننا الكبار اللي موجودين عندك كلهم كانوا شغالين في القطاع الناشئين، والحمد لله الاولاد دول شرفونا يعني وكبروا اسامينا كلنا، لان مش انا الواحد اللي اشتغلت، كان معايا ناس كتير جدا ومنهم اللي موجودين معاك دلوقتي، وغير كمال السيد ومحمد السيد وكل الناس اللي اشتغلوا معايا، مش عايز انسى حد يعني. اللي انا عايز اقوله لك كابتن ايمن ان في الامارات دلوقتي بقى عندنا اكوشا وعندنا لعيبه تانية ادريانو وعندنا مودريتش. يعني انت كملت كمان في الامارات دلوقتي. بقى عندنا ديماريا في الامارات وبقى عندنا لعيبه بنفس الاسماء اللي طلعوا عليهم موجوده دلوقتي وبيلعبوا في الدرجه الاولى في نادي الجزيره الاماراتي. يعني احنا عندنا عبد الله رمضان ده مسمينه ديماريا
من وهو عنده 9 سنين. ايوه دلوقتي بقى دي ماريا في منتخب الامارات وفي الدرجه الاولى في نادي الجزيره وغيره وغيره والبقيه تاتي. يعني طب بقول لك ايه يا كابتن بدر، نيدفيد ماشي وعرفناه، بيكهام وعرفناه، تريزيجيه وعرفناه، ايه حكايه كهربا دي؟ لا كهربا ما قدرتش اجيب له اسم اجنبي لان كهربا هو ما يجيش اجنبي بيني وبينه. كهربا كان شائع جدا وطيب، لكن اطيب قلب يا كابتن ايمن تقابله في حياتك كهربا، ده اطيب قلب في الدنيا والله. بس كمان بجانب شقاوته دي كان هيسجنني. ايوه كهربا كان هيسجنني. لا يا راجل ليه؟ والله لان احنا كان عندنا دوره في النمسا. ايوه وكهربا كان عندنا قبل النهائي فضرب ولد بالكوع فالحكم في السن ده ما طلعش كارت احمر. ايوه فجابه لغايه عندي وقال لي الولد ده بره لان ضرب لعيب زميله يعني الفرقه الثانيه من هم بتوع النمسا يعني. ايوه انا من يعني الماتش كسبان 2-1 وهلعب كمان نقط كهرباء هيتعادل مش هنلعب نهائي بقى وانت عارف النادي الاهلي البطوله دي اساس بالنسبه لنا. فقلت له يا كهرباء يعني انت هتخسرني كمان مش هنوصل نهائي. ايوه فزقته كده فكهرباء كان صغير فوقع. ايوه فلقيت واحد من المدربات نزل لي سبرنت. ايوه انت بتضرب ولد صغير؟ قلت له لا ما ضربتوش. وبعدين انت مالك انت؟ ايوه وانت مصري؟ قال لي لا انت لازم تروح السجن. انت مالك انت؟ المهم اللي انا السجن ايه؟ ولا اللي بطلب لك الشرطه؟ رحت الامارات. قال له هتخسرني البطوله وهتسجنني. عشان كده انت هربت في الامارات. كان معانا محمد عظيمه بيتكلم الماني نمسك بيتكلم الماني. فقلت له والله محمد انا مش هخسر كمان البطوله وهسجن اصحاب الكهرباء ان لو كده حط الكهرباء معايا هسجن لوحدي يعني. فكهرباء بالنسبه لي كان حاجه جميله وولد طيب جدا 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 ولعيب كويس جدا جدا ولسه عنده كتير قوي يا جماعه. انا كهرباء اللي بيدونا ده نص اللي عنده. ايوه 110 كهرباء كان بيلعب بدماغه يا كابتن ايمن هداف عظيم جدا جدا لسه لغايه دلوقتي التهديد بالراس ده ما وصلش الكهرباء لما كان موجود في قطاع الناشئين او في مدرسه الكوره. طب وانت يا كابتن بدر برضو اللي طلعت على احمد نبيل مانجا؟ اه ايه دي بقى مناسبتها ان شاء الله؟ ده مفيش لعيب اجنبي اسمه مانجا. لا لا عشان احمد مصطفى. لا احمد نبيل مانجا ده احمد نبيل مانجا ده لعيب من اللعيبه يا كابتن ايمن اللي يعني تحب تتفرج عليها ملتزم جدا في الملعب وبيجري زي ما بيقولوا في لغه الكوره شايل الرئه. بيجري 60 دقيقة ما بيقفش. ايوه وهو كان مزاجنجي قوي مانجا ده بقى يعني ايه لازم تدلعه قوي عشان يديك اللي عنده. فمانجا تديك اللي عنده. لا نفسيا كنت بتعامل معاهم الولاد دول ولاد صغيرين بالنسبه لي يعني كنت بالنسبه لهم اب فكنت اقول له انا احلى حاجه المانجا وانت بقى المانجا بتاعتنا المانجا العويس اللي هي احلى مانجا بالنسبه لنا يعني فانت بقى انت اللي اسمك احمد انت اسمك مانجا فكان يحب قوي كلمه مانجا دي ويبتدي بقى ايه يتكلف الملعب بقى. ايوه يعني تطلع منه عصير تطلع منه شرايح زي ما انت عايز. ايوه صح يا كابتن والله يا كابتن بدر انت يعني متعتنا بالحديث معاك ويا رب دايما كده معانا على طول وبالتوفيق دايما يا حبيبي في الامارات ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. يا نجم حبيبي نشوفك على خير ان شاء الله.